تاريخ كره اليد اتعمل على ايد لعيبه من الاهلي ولعيبه من الزمالك ولعيبه من الاولمبي ولعيبه من كل مصر عشان ما ننساش حد. لكن اكيد برضو كابتن ياسر لبيب يعني لما رحت نادي الزمالك عايزين نعرف الناس يعني التواجد اللي حصل هناك قبل ما نتكلم في المباراه. والله يعني الكلام اللي قاله حسام دلوقتي مش عايز اقول لك اثر فيا قد ايه. و يعني حسام بالنسبه لي حسام وايمن نادي الزمالك دول يعني خط احمر. يعني بصراحه صراحه من اعز اصدقائي جدا على مدار تاريخي يعني او مدار اللعب او الفتره اللي احنا قضيناها مع بعض في كره اليد هو حسام وايمن. انا انتقالي لنادي الزمالك كانت مشكله مع النادي الاهلي وما كانش ينفع في السنه دي ابطل. لان كان في عندنا بطوله العالم اللي كانت في السويد. ايوه بس المشكله مش مع النادي الاهلي، المشكله مع مدرب النادي. ما علينا ما علينا، يعني مش هنخش في التفاصيل في النادي الاهلي. مش هنخش في النادي الاهلي هو خدك تاني. وخلي بالك عبد المعطي حبيبي دلوقتي يعني مش ما فيش اي مشكله يعني تمام. المواضيع انتهت يعني تمام. فكان قرار من الدكتور حسن مصطفى وخلي بالك دي اللي كانت بتميز الاتحاد قراراته. ياسر لبيب بيلعب في الزمالك ما يلعبش ماتش الاهلي والزمالك. صح. بس انتهت ولعبت الحمد لله ولعبت بطوله العالم وخدت سادس احسن صانع العاب. صح. في بطوله العالم ديت وكانت الحمد لله يعني ورجعت النادي الاهلي ورجعت النادي الاهلي بعديها مدرب كبير مدرب كبير كابتن احمد مدرب النادي الاهلي.